بسم الله الرحمن الرحيم، ما كنز عظيم جدا من كنوز السنة لا يعلم أكثر الناس. جملة لو أنك قلتها صباحا كل يوم مخلصا وصلت بها إلى درجة المحسنين أو السابقين أو المقربين، ووصلت إلى درجة عالية جدا في الجنة. رجل صالح أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتأسى به كل يوم في الصباح ونقول مثل ما كان يقول، روى أبو داود في صحيحه، والإمام الدارمي في مسند الفردوس، والإمام البيهقي في شعب الإمام وغيرهم من حديث أنس بن مالك. قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قال رسول الله: وما أبو ضمضم؟ قال: كان في من قبلكم رجل يقال له أبو ضمضم، كان يقول كل يوم في الصباح: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك. وفي رواية أخرى، الحديث له روايات كتير، عرضي لمن شتمني. وفي رواية أخرى: اللهم إني أتصدق اليوم بعرضي على من شتمني. بمعنى يقول كل يوم في الصباح: أنا مسامح أي واحد يجيب في سيرتي أو يختبني، أنا مسامحه. وفي رواية كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكسر هذه الجملة ثناء على ابي ضمضم، ويطلب من اصحابه، يعني الرسول كان بيذكر ابي ضمضم كثير ويقول للناس: حاولوا تبقوا زي ابي ضمضم. يبقى انت لو قلت الجمله دي كل يوم الصبح مع اذكار الصباح والمساء، اذكار الصباح، واخلصت النيه، تصل الى منزله عاليه جدا. بعد شويه هتتحول الى من عاده، ستمس القلب. ليه؟ لان قلت لكم قبل كده لو تفتكروا، الناس اللي متابعه معايا، قلت لكم من افضل الطرق اللي انت تتحلل بيها من مظالم الناس ان انت تسامح، اللي انت تسامح الناس اللي ظلموك. طبعا قدر المستطاع، مش هقول لك مثلا سامح انسان دمر حياتك، اعتدى على عرضك، لكن انسان اختابك، انسان شتمك، انسان سبك، اذاك اذى، يعني كل ده الانسان يقدر. ربنا قال: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. حظ عظيم يعني من اهل، يكون من محسنين. فمش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. درجة الاحسان، الاسلام انك تعمل الفرائض، بعد الايمان اسلام ان تشهد لا اله الا الله وانا محمد رسول، الحديث الطويل بتاع جبريل، بعد الايمان ان تؤمن بالله ورسوله وانبيائه ورسله وكتبه والقدر، والاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فانك فان لم تكن تراه فانه يراك. درجة الإحسان، عشان هو بيقول إيه؟ والقاضين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالرسول يريد أن تصل هذه الأمة إلى أعلى الدرجات. فعايزنا نتأسى بأبي ضمضم. كنت قلت لحضرتك إيه؟ إذا أنت لو قلت الجملة دي وأخلصت النية تحصل ملقب عظيمة جدا. أولاً ربنا سبحانه وتعالى هيجيب الناس اللي أنت ظلمتهم ويسترضيهم يوم القيامة ويخليهم يسامحوك. ما هو ربنا حقيقي، زي ما انت سامحت الناس ربنا لازم يخلي الناس تسامحك. دي حاجة. الحاجة التانية انك تصل الى درجة الاحسان. انت بتقول اي واحد اختبني او شتمني انا مسامحه، انا مسامحه. واذكركم بالحديث وزي ما قلت لحضراتكم، دي اعظم طريقة انك انت تتحلل بيها من مظالم العباد، لان ربنا سبحانه وتعالى حقيقي. ما قلت لكم قبل كده، ربنا بيجيب الظالم والمظلوم اذا كانوا الاثنين صالحين ويوري له منازل عظيمه في الجنه، واصول من ذهب واصول من ياقوت واصول من، فالراجل يسيل لعابه عندما يرى هذه القصور. يقول: يا رب لمن هذه القصور؟ لا لاي نبي، لمن لاي شهيد؟ يقول: هي لك ان عفوت عن اخيك. فيقول: يا رب اشهدك اني قد عفوت عنه. فيقول: خذ بيد اخيك وادخلها الجنه. فهو ده ابو ضمضم. وقلت لكم الحديث العظيم بتاع سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، الرسول كان قاعد في المسجد مع ناس الصحابه، وقال لهم: يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. فدخل رجل تاني يوم نفس الكلام قاله، راح نفس الراجل داخل، راح تالت يوم الرسول برضه قاعد مع الصحابه قال: هيدخل عليكم الاول رجل من الجنه. فدخل نفس الرجل، فالراجل عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تعجبت، تالت ايام ورا بعض. فاردت ان اعرف ماذا يفعل هذا الرجل كي يثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الثناء العظيم. فذهبت اليه وقلت له، يعني قال له: انا عندي مشاكل في بيتي وبين وقت ومش قادر اقعد في البيت، ممكن تسمح لي اقعد عندك ثلاث ايام؟ فسمح له. فبيقول: راقبته فوجدته قليل العباده،
حتى كدت أن أحتقر عبادته بجانب عبادتي. يعني بيصلي العشاء في بتاعه وينام، قال غير انه اذا قام في الليل، اذا تعرف الليل يذكر الله يقول لا اله الا الله اشكره ويسبح ربنا سبحانه وتعالى وهو نايم في السرير، لكن ما لهوش له ورد من يعني من قيام الليل. فقال له